بكم في قناة وصفات وتدابير لك يا سيدتي. جيتكم اليوم بوصفة شرمولة الزيتون، وصفة بنينة بزاف. كما تعرفوا هي وصفة مغربية، عندهم بزاف أنواع الشرمولة، مي أنا خيرت هذه. وصفة ناجحة وبنينة كما راكم تشوفوها بالزيتون اللي كنا خدمناه من قبل، كنت حطيته لكم. البنات اللي مازالوا ما شافوش، كنحط لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف. راهي جات من أروع ما يكون. هنا عندي حوالي 500 ولا 600 غرام من الزيتون هذا، ما نشللوه ما والو، نخليوه كيما راهو. وانا قدرت معاه زروديه والبسباس، هذو كنحيتهم بس ما خليت غير الحب. نحتاج هنايا مغرف هريسه، مغرف هريسه، نحتاج زوج مغارف دبشه، زوج ورقات رند، زوج سنينات ثوم، مغرف كمون، مغرف كسبر، مغرف فلفل احمر، مغرف فلفل كحل. ونحتاجو زوج مغارف خل ولا قارص سر ليمون، ونحتاجو 6 مغارف من زيت الزيتون كما راكم تشوفوا. دوكا نحركوهم كامل. هذا الشربونه نخليوه هكذا في الثلاجه، نقفلو عليه، نخليوه 5 ايام. كما درتو هنا هذه البورت مونجي راهي تتقفل 5 ايام. نقدروا نعاودو نستعملوه، يعني من 5 ايام تقدر تفتحي البورت مونجي تاعك وتاكليه. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم، وتجربوها وتعطوني ارائكم. ان شاء الله نتلاقاو في فكره جديده.